أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر الأخبار الاقتصادية وسارة قداح. مساء الخير سارة. مساء الخير وفاء. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية والبداية مع العناوين. مجلس الشعب يخفض مخصصات المازوت والبنزين للسيارات العائدة له بنسبة 40%. وفرع المصرف الزراعي في السويداء يبدأ توفير الأسمدة لزوم محصول القمح للموسم الحالي. أهلا بكم. أصدر رئيس مجلس الشعب حمود صباه قرارا يقضي بتخفيض الكميات المخصصة حاليا من مادتي المازوت والبنزين للسيارات السياحية العائدة للمجلس بنسبة 40%. وأوضح القرار أن التخفيض يشمل السيارات المخصصة والخدمة التابعة لمجلس الشعب عدا سيارات النقل الجماعي المبيت. وفي السياق ذاته كان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر بلاغا طلب فيه من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية مخصصة خدمة بنسبة 40% من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة ما عدا وسائط النقل الجماعي حتى نهاية العام الحالي، وذلك في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد. عمم المصرف الزراعي على فروعه استئناف بيع الأسمدة للفلاحين وفق الأسعار المعدلة، حيث أصبح سعر طن سماد اليوريا 3 ملايين ليرة بدلا من 2,400,000 ليرة، وهو ما يعادل زيادة بمقدار 20%، في حين تجاوز سعر طن سماد السوبر فوسفات 2,000,000، وتجاوز سعر طن سماد نترات الأمونيوم 1,600,000 ليرة. وفي تصريح لصحيفة الوطن المحلية بين مدير في المصرف الزراعي أن تحديد الأسعار الجديدة تم بناء على سعر الكلفة مضافا لها 2% هامش ربح للمصرف، خاصة أن أسعار الأسمدة ارتفع عالميا، ومعظم الأسمدة المتوفرة حاليا يتم تأمينها عبر الاستيراد، خاصة أسمدة اليوريا بعد توقف معمل أسمدة حمص عن الإنتاج، وأن بيع أسمدة اليوريا سيكون حاليا لزراعة محصول القمح. إلى ذلك بدأ المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في السويداء بتوفير الأسمدة اللازمة لمحصول القمح للموسم الزراعي الحالي. إدارة المصرف بيّنت أنه يتم بيع كامل الإنتاج من السوبر فوسفات ونصف احتياج الدفعة الأولى من السماد الأزوتي قرضا أو نقدا. وأضافت إدارة المصرف أن سعر الطن الواحد يبلغ من السوبر فوسفات 2,500,000 ليرة سورية، ومن اليوريا يبلغ 3 ملايين ليرة، ومن نترات الأمونيوم 1,650,000 ليرة. ورد محلج العاصي بحماة أول دفعة من بالات القطن المحلوج الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة التي استلمها هذا الموسم إلى شركات الغزل والنسيج العامة. وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبي أنه تم شحن كمية من القطن المحلوج إلى شركة حماة للخيوط القطنية على أن يتم شحن كميات مماثلة إلى شركتي الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية خلال الشهر المقبل. ولفت إلى أن المحلج يواصل استلام محصول القطن من فلاحي المحافظات الشرقية، حيث بلغت الكميات المستلمة حتى تاريخه 5,997 طنا، منها 5,320 طنا من دير الزور و670 طنا من الرقة، إضافة إلى 7 أطنان فقط تم استلامها من فلاحي المحافظة، مشيرا إلى أن المحلج حلج 1,200 طن من الأقطان المحبوبة نتج عنها 638 طن بذور صناعية و412 طن قطن محلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.
تعتبر شركة دورمش لدباغة الجلود والصوف وصناعة الألبسة والأحذية الجلدية بحلب من الشركات الرائدة بهذا المجال على مستوى الوطن العربي. من حلب الشهباء تربعت شركة دورمش للجلديات منذ عشرات السنين على عرش إنتاج الألبسة الجلدية، فقد تورثها أصحابها أباً عن جد وبرعوا في تصنيع وتصميم أحدث القصات والموديلات حتى تفوقوا على المنتجات الجلدية الأوروبية كالإيطالية والتركية وغيرها. شركة دورمش متخصصة بالجاكيت الجلد الطبيعي والحذاء الجلد الطبيعي والشناتي والأقمار الجزادين. هاي المهنة تورثناها أبا عن جد، يعني بأيادي سورية محلية، صناعة محلية كلها من الجلد للنعل للجاكيت للسحابات كل شيء. بضائعنا بتداهي البضاعة الأوروبية من الألف للياء. نحن من أول ما بتكون الجلد من بدايته بالدباغة لحتى يطلع للورشة للمحل. انتشر اسم شركة دورمش للجلديات في كل مكان داخل سوريا وفي الوطن العربي، فأصحابها لهم باع طويل في مجال صناعة الألبسة الجلدية، وهم من شيوخ الكار في عالم صناعة الجلود، ابتداء من دباغة قطعة الجلد حتى اللمسات الأخيرة لتصميم وإنتاج القطعة الجلدية المميزة والفريدة من نوعها. نحن منصدر لكل المحافظات السورية، الشام وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، ومنلبي كل يعني كل انسان قديمين. نحن بالمصلحه كتير، يعني انا من صغري بشتغل بهالمصلحه ولحد الان تم تطورها وتم مظبطها الحمد لله. انا جاني زباين من لبنان ومن الاردن وشافوا البضايع، يعني ما صدقوا انه هالبضاعه سوريه. عن جد يعني ما صدقوا انه سوريه، شافوا بضاعه بالضاهي الاوروبيه، يعني الحمد لله. من حلب الشهباء ستبقى شركة دورمش للجلديات علامة فارقة في عالم صناعة الجلود، تصدر للعالم الجودة والإتقان والتميز في الإنتاج والتصنيع. افتتح بنك الإبداع للتمويل الأصغر فرعا له في محافظة حمص ليضاف إلى فروعه المنتشرة في المحافظات السورية، وذلك لتقديم خدمة أفضل وللوصول إلى أبناء الوطن جميعا. ضمن استراتيجية يتبعها بنك الإبداع للتمويل الأصغر بالانتشار في مختلف المحافظات السورية، افتتح فرعا جديدا له في حمص بمبنى نقابة المهندسين بحي الأربعين وسط المدينة. خدمات مالية عدة تشمل القطاعات الحرفية والزراعية والتجارية، بالإضافة لخدمات خاصة بالتحويلات لكل المنتجين والعملاء، خدمات تقدم بتسهيلات كبيرة لجميع عملاء المصرف. افتتاح هذا الفرع اللي بيمثل لنا يعني بالنسبة لنا يعني استراتيجية مهمة في انتشار المصرف الإبداع للتمويلات الصغيرة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية إن شاء الله. وفرع حمص حقيقة يعني من الفروع الاستراتيجية، وإن شاء الله له ما بعده يعني يمكن يعني على مستوى المحافظة ننتشر إن شاء الله بمكاتب وأفرع أخرى إن شاء الله في أقرب وقت لتقديم خدماتنا لصغار المنتجين اللي أكيد هم محتاجين لمثل هذه الخدمات، وخاصة والجمهورية الآن تشهد نهوض وتشهد يعني إعادة تعمير بصورة مكثفة. فبالتالي نحن كبنك الإبداع للتمويل الأصغر يعني لابد من وجودنا ولابد من مساعدتنا لهذه الشريحة، خاصة وأنه البنك هو جاي من مبادرة يعني أنا أفتكرها مبادرة كريمة من سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، خاصة بإنشاء بنوك يعني تساعد صغار المنتجين باعتبارهم أنه هم شريحة مبدعة.
سقف القرض المقدم حالياً للشرائح التي لم تستفد من الخدمات المالية التقليدية يبلغ 5 ملايين ليرة سورية، على أن يرتفع للعشرة ملايين بداية العام القادم، مع فائدة سنوية تصل ل18%، كما سيتم إطلاق تطبيق خاص يتيح للمستفيدين تقديم طلب الإقراض من أي مكان عن طريق هذا التطبيق. هدفنا ندعم أصحاب المشاريع الصغيرة، أصحاب المشاريع المنزلية، الأسر، كل من رواد الأعمال. هدول الشرائح والطبقات اللي نحن بهمنا بشكل دائم ندعمهم ونقدم خدماتنا لهم. موجودين نحن هذا الفرع 12 فرع حمص حيكون إن شاء الله، إضافة لتقديم خدماتنا عن طريق تطبيق الموبايل. إضافة للخدمات الأقراض نحن نقدم خدمات ادخار، تشجيع الادخار، ودائع لأجل حسابات جارية، حسابات توفير، إضافة لخدمات استشارية وقت يتم تقديم طلبات القروض. بنك الإبداع للتمويل الأصغر لديه 12 فرعاً في المحافظات السورية، والتوجه اليوم لمحافظة حمص التي تعتبر من المحافظات المهمة اقتصادياً واجتماعياً وتشهد مرحلة إعادة الإعمار. كندا الخضر لقناة سما الفضائية، حمص. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيكي.